طبعا جماعة الخير حنحتاج الدبابيس كمان، فحناخد اللي هو مش يعني اصبع واحد. طبعا هذا انا اول ما تخلص الدزنة بجيب دغري واحدة تانية. فيلا نشوف شو نسوي. طبعا زي ما انتم شايفين شبلناها كلها وظبطناها، حنسستم عليها في الدباسة، فحنكمل اللي هو باقي الشغل ونشوف شو نسوي. تمام، اهالينا عودونا او احنا كنا نسمع اهالينا ايش بيحكوا. اصبحنا واصبح الممكن لله. تمام، الى حد امبارح فهمت من شيخ علامة انه لازم نحكي اصبحنا والملك لله. تمام، طيب ليش سيدنا الشيخ بقول انتوا لما تحكوا اصبحنا واصبح الملك لله انه يعني اصبح اليوم الملك لله؟ لا، الملك لله من قبل اليوم، قبل مليون سنة. فدخلت راسي للأمانة. فعودوا حالكم من هالمطالي لما يعني لما تصحوا تقوموا قولوا اصبحنا والملك لله. فاشي حلو انه انت تفهم حاجة وتدل فيها غيرك. تمام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله حنلف على البيوت ونحط لها النايلون او المشمع، لانه الدنيا صارت بردت في الليل وصارت كتير كتير سقعة. فخلينا ايش نسوي؟ اول اشي نلف على البيوت نشوف ايش بتحتاج ونطلع خزين الشتاء. انا صراحة طلعته من امبارح في الليل وجهزته وقلت ان انا ايش اضبط اموري والف اللي هو البيوت معاكم. فخليكم معنا واربطوا احزمة الامان واسلخوا لايك. وشكرا كتير 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 على التفاعل في الفيديوهات اللي قبل، اللي هي قبل فيديو قبل وقبل وقبل. كتير 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 بشكركم، اللايكات زادت فشكرا لكم. للأمان الواحد بنبسط بلاقي لايكات، بنبسط هيك بتشجع بقول قوم يا ولد والله في هاي لايكات، قوم خلينا نظبط أمورنا ونعملهم فيديوهات ونشرح لهم الكلام هذا. فبس خلينا نشوف ايش نسوي ونشوف اللي هو الطيور تبعتنا. طبعا يا جماعة الخير زي ما شايفين بدنا نحط هان اللي هو ساتر وهان ساتر ونشوف البيوت الثانية كمان. الوجه هذا حنشوف ايش صرفه له وحنشوف الدجاج تبعنا. طبعا امبارح جتني نشره لليويو تعليمات وكده، قال ايش مقبل النشره حاول انك تظبط العدسه تبعتك تبعت الجوال امسحها نظف. طب انا بقعد انظف فيها، ولكن ايش اللي بصير انه جوده النت بتكون عند كذا، يعني هلقد افهمكم اكثر. جودة النت لو كانت عندك جودة واطية كتير 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 ببين عندك الفيديو انه رديء وما فيش فيه اللي هو جودة. وفي كمان يعني متابعين او كذا متابع قال لي ابو ادم انت ليش بتصور سيلفي، صور اللي هو في الكاميرا الخلفية بتكون فيها اعلى. فهو صح كلامك، ولكن لا تيجي انت للنت لما يكون ضعيف بتحس جودة التصوير هيك رديئة. انا بالفعل بفتح الفيديو معاكم اول ما ينزل بلاقيه هيك الجوده رديئه، ولكن بفتحها الساعه 12 في الليل بتكون النت تجدد بلاقي الصوره زي القزاز هيك. مش عارف ليش هيك، يعني مش عارف حظنا هيك احنا. فشكرا نويو انه انت بتدلنا على الصح انه امسح الكاميرا، واحنا بنمسح واحنا ايش بنسوي وبنقعد نمسح فيها. فخلينا نشوف، طولنا عليكم. سقع والله، الله سقع الدنيا الصراحه. تمام، حنشوف هذا حنحط له النايلون وحنشوف هان كمان حنحط هان نايلونة كتير كبيرة. فمتحمس طبعا. ليش انا بعمل هيك؟ عشان اخليكم برضو تتحمسوا. لو عندكم اللي هو البيوت ما فيش عليها النايلون او المشمع قوم يا كبير وظبط امورك. تمام، فزي ما شايفين هذه النايلونة لها من السنة اللي فاتت ومن السنة اللي قبل هذه ومن السنة اللي قبل قبل هذه، لها عندي كذا سنة. وكل ما خلص الشتاء بضبها وبطبقها بعد وبحطها للسنة اللي بعدها. فهذا اقتصاد لإلك، مش بخل طبعا، انه يعني اقتصاد.
بدل ما تشتري كل سنة نايلون، كل سنة بتشتري مشمع، لا بشتري سنة واحدة وبحطه كده سنة. دير بالك على شغلتك، بتضل عندك سنين، تمام؟ يعني ليش تقعد تشتري كل سنة تشتري لك مشمع وهذا وتكلف نفسك؟ لا، بظبط أموري ومن الكلام هذا. تمام، هركبها. خلينا بس نطمن على الكتاكيت هذه. زي ما شايفين هذا أول يوم لإلها جوا في بيت الحمام بعد ما قتلت، اللي هو مقتل واحد منهم من الديك هذا، يا هذا مش عارف، بدك تنقرهم. فحنشوف هذا هو النيلون، بده يقتلك. اشر ضو اشر ضو اشر ضو، ولا 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 ولا. تمام، عندنا هنا شقفة، شقفة هنا ركبتها امبارح الليل، حجيبها هيك، والشقفة الثانية هذه حجيبها الشقفة هذه. فخليكم معنا نشوف ايش نسوي. سلخت لايك، لا استخو لايك، خلينا نشوف ايش نسوي. يلا تودني الصبح، تجيب الساعة 8 تقريبا، يعني 8 الا. يلا خلصت انا من البيت الكبير تبع اللي هو الطيور الحمام، صحت وسخت، هلقيت حتكتك حالي. حفرجيكم هلقيت اسا وينه، وحندخل جوا هنشوف كيف البيت من جوا. فيلا نشوف كيف البيت من جوا يا جماعة الخير. صار كمبدئيا هيك، هدول انا ما كنتش شايفهم مزعين هنا، هنجيب اي حاجة نلزقهم فيه. تم يا جماعة الخير زي ما شايفين، بعد ما حطينا اللي هو اللزقتين، شقفة هان شقفة هان، البيت منور يعني ما فيش، يعني مش معتم. تاني حاجة يعني حاسس في دفى، صار في البيت حاسس في دفى، حاسس في دفى، ما فيش خوف، حاسس انا انه في دفى. ما شاء الله ما شاء الله يا جماعة الخير، ما شاء الله. هذا الجوز اللي كنت نفسي يبيض وهي بيض وزغلل ما شاء الله. إيه طبعا هذا مش موضوعنا. زي ما شايفين بعد ما خلصنا هنشوف نروح بيت ثاني ان شاء الله. إيه هذول الروميات بعد ما حطيناهم هان نحميهم من الديوك. زي ما جماعة الخير البيوت بدها نظافة، فهنخليها لحلقة ثانية ان شاء الله، نعمل روتين هيك. فخلينا نروح نشوف بيت ثاني. يلا طبعا انا هذا ركبتها قبل يومين، شقفة نايلون على اللي هو الكراكيت هذه. طبعا بنزل هدول
بنزله من جماعة الخير رجع تاني. تعال 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 يا حج يلا انزل. بالنسبة لكتكوت هذا ان شاء الله اذا ضل معانا قلنا هيك هيك اسم نسمي له اياه ما شاء الله. طبعا هذا الكتكوت الثاني الابيض. بالنسبة لهذا نقولنا اسم يا جماعة الخير نسميه فيه. هذا هو قلنا ايش نسميه انه ان شاء الله حخليه. هذا اذا ضل من العرس طبعا. فلنشوف كمان قطعة نايلون نحطها هنا على البيت هذا. فيلا نشوف. طبعا انا كنت يعني حاطط اللي هو النايلون ورا البيت. هذه قطعة النايلون اللي حنستخدمها كنت حاطه هان ورا خزنه خزين الشتاء للصيف للصيف للشتاء. طبعا حنركبه على الشقة هذا بالضبط. ف الله المستعان يا جماعة الخير خلينا نركبه على السريع هيك بدناش نضيع اللي هو وقتكم معانا. كل اللي انا بدي اوصلكم اياه انه انتم يعني تتشجعوا تقوموا تعملوا تضبطوا اموركم الكلام هذا بس. هي كل القصة يعني ما فيش شيء ثاني. فخلينا نشوف كيف بدنا نحط اللي هو هذا. ف يلا زي ما شايفين يا جماعة الخير ركبنا النايلون وما خدش معنا وقت ولا جهد. طبعا في غاد اللي هو شبلونه وهنا مشبلن فحلقيت البيت صار ادفى للطيور وكده. يعني اتمنى ان اكون وصلت لكم فكرة في الفيديو هذا. طبعا زي ما شايفين غطينا على البيوت في النايلون وغطينا على البيوت الثانية. طبعا انا كنت مغطي هنا وزبطنا امورنا. زي ما قلت لكم كل هذا تشجيع لكم. استنونا ان شاء الله فيديوهات ثانية ان شاء الله. هعمل روتين نظافة معاكم وهعمل لكم روتين اللي هو الصباحي كمان. بس فاتمنى يكون اللي هو اللي انا بقدمه يفيد كله اشي بسيطة ونقدر نوصل فيه رسالة. انه من حاجات بسيطية تقدر ان انت تعمل مشروع، من حاجات بسيطية تقدر ان انت تسوي عندك حاجات. احلى حاجة في القناة هو مبنية على البساطة، انه انا يعني بقدم لكم المحتوى كله بسيط، حاجات بسيطة بتقدر تعمل عندك يعني حاجات ما شاء الله. وبس بدناش نطول معاك اكثر من كده. حبايبي بكم نكون وصلنا لاخر الفيديو. بتمنى لو عجبك الفيديو ادعس لك لايك اسلخ لك لايك بدي حبطرش لايكات. زن لي حالك هيك بلايك تحت شجعنا فيه. خلينا نشجع على المحتوى هذا ونقدم لكم الاحسن ان شاء الله. وزي ما قلت لكم كل ما انا عليك كل ما بسوي حاجات اكثر في القناه وكل ما بجيب عندي حاجات اكثر. وبس حبايبي بكم نكون وصلنا لاخر الفيديو. بتمنى لو عجبك الفيديو تسلخ لايك. لو اول مره بتشوف قناتي يا ريت تعمل سبسكرايب تفعيل تنبيه جرس الفائق وبحزين ليصلك كل جديد. حبايبي تمرش عليكم يوم من غير تسامح اكثر من الصلاه على النبي. اذكر الله يذكركم استغفر الله يغفر لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. لسه بتحضر؟ خلص يا معلم روح. سلام.